ميني فلوك اختي باقه في تحضيرات الحلويات اللوز اليوم اختي غادي نشارك معاك بالتفصيل اشنو العجينه الحلويات اللوز والعقدات ان شاء الله غادي نشارككم كما طلبتوا هاد خديجه مشاركه معكم البارح طلبتوني في اللايف ملي كنت كنصاوب الكعباكه وتشاركي معنا العجينه المهم انا دايره اختي كيلو ديال اللوز وكيلو دي غادي نديرو فيه كيلو ديال العجينه كديري نص كيلو ديال اللوز كديري نص كيلو ديال العجينه خديت كيلو الطحين 200 غرام ديال الزبده داك المارغارين اللي كنستعمل درت فيها بياض بيضه وكندير هنايا معلقه كبيره ديال العسل اللي بغات دير سنيده دير انا كندير العسل باش كتجي داك لاباط زوينه قبيصه ديال الملحه كنديرو هنايا جوج كيسان ما عامرينش ديال الزيت شي الكاس الاول ما عامرش والثاني ما عامرش ورا قلت لكم بياض ديال البيضه صافي كنبسسها هنايا مزيان ومن بعد البنات كنعجنوها بما زهر العجينه كتكون ماشي قاصحه بزاف وماشي رطبه عاوتاني بزاف بين وبين ملي كتقطع لكم العجينه بالموس وما تدلكوهاش مزيان اصلا ما كتدلكش غير كنجمعوها هكاك هي راه دغيا من بعد ملي كندخلها للثلاجه والعجينه الاسرار ديالها ضروري تدخل الثلاجه البنات ضروري ومؤكد صافي كندوز هنايا كنبقى نعجنها غير البنات غير بما زهر ها هي العجينه البنات بعد ما كملتها شوفوا راه ما كتكون لا مدلوكه لا والو راه من بعد واخا تبان لكم دابا قاصحه راه من بعد ملي كنديرها في الميكا وكنخشيها في الثلاجه كتزيد كترطب راه كنطلقها ملي كنبغي نورقها راه كنورقها بشويه ديال الطحين ولكن شنو نقول لكم ما شاء الله ما شاء الله هذه العجينه هذه الحلويات ديالها كي كيصدقوا الكعبه ديالها كتجي زبده رطبه ما نقول لكمش عليها ما شاء الله ما شاء الله صافي هنايا كندوز كنكورها باش غادي نديرها كما قلت لكم في سلوفان وكنخشيها في الثلاجه ضروري ومؤكد العجينه كنأكد عليكم انها تدخل لينا للثلاجه باش كتعطيكم الطوع للخدمه وما جيتي تطلقيها دابا راه ما غاديش تعطيك الطوع للخدمه هاد العجينه راك ديريها حتى في الكونجيلاتور انا اللي كيشط ليا كنديرو في الكونجيلاتور ومره جايه ملي كنبغي نخدم ولا شاطت ليا العقده كنجبد غيله من الكونجيلاتور البنات كنأكد عليكم العجينه اللي كتشيط ليا كنخشيها في الكونجيلاتور صافي غادي نكمل هكا نقاد العجينات ديالي هكا الشير ما مدلوكه ما والو وكندخلها للكونجيلاتور خليها حتى تطلق راسها دابا ندوزو اختي باش نحضروا العقده اللي ما كتنجح ليهاش العقده ديال اللوز اختي تشوف هذا الفيديو هذا هنا راه اختي سمحي لي راه حتى طحنت اللوز عاد تفكرت كلها هانتوما الطحنه الاولى ما كديري فيها والو كطحنيه عادي وكتحطي الطحنه الثانيه درتي نص كيلو ديال اللوز كديري ربعه سنيده درتي كيلو ديال اللوز كديري اختي نص كيلو سنيده درتي كيلو ونص ديال اللوز كديري كيلو ولا ربع سنيده بحال انا درت كيلو كيلو ونص ديال اللوز درت كيلو وربع كيلو قال ربع ديال سنيده يعني نص كيلو وربعه صافي كنخلط معاهم هنايا الطحنه الثانيه كنحطها كنخلط معاها السنيده وكنضيف معاها شويه ديال المسكه الحره صافي كنخلط داك سنيده مع اللوز اللي تطحن ليا الطحنه الاولى مزيان كندير ليها جوج طحنات انا اللوز وكيجي معلق في الثيرموميكس صراحه كيسرع العقده صافي الطحنه الثانيه كنطحنها بالمزهر المزهر هو اللي كيجمع لكم العقده قسما بالله شحال الناس كدعي معايا على هاد العقده هذه واحد الاخت واحد النهار مسكينه واحله في لي كوموند وعيطات لي وريتها كيفاش تقاد العقده بقات دعي معايا دعي معايا العقده ما تخافش منها هادي اول حاجه ثاني حاجه العقده سرها المزهر المزهر هو اللي كيعلق لكم العقده واخا تشوفي اونكا وطحتو فشي لوز مزيت وطحنتوه بقى كيطلق لكم الزيت غير زيدي معاه الزهر وتفكرين زيدي الزهر وانتي كطحني غير بشويه بشويه حتى كتجمع لكم العقده تقريبا كل طحنه كندير فيها جوج ثلاثه اربعه المعالق سا دي بون على حسب النوعيه ديال اللوز كاينه اللي كيكون ميدم كاينه اللي ما كيكونش ميدم صافي هنايا ذوبت الزبده هنا في هذه الوقيته اختي درت ولدي في ظهري هذه الوقيته ديال النعاس ديالو باش ما يعذبنيش ونخدم العقده ميم با 5 دقائق نعس قلت اري اختي نركبو في ظهري وانا نجمع العقده نلقاه نعاس شوف عويناتو كاع كنحملو في ظهرو عويناتو صافي كيدبال ولكن كنحملو الوقيته اللي ينعس فهمتوا داك الخمسة دقائق صافي باش انا نقضي شغلي على خاطر ذوبت الزبده درت منها تقريبا واحد ربعة ولا خمسة المعالق كندير غير لوجه راه وريتكم الماء اللي كيبقى لتحت داك الماء كيخسر لينا العقده كيغملها يعني ديروا الزبده غير لوجه الفوقاني ذوبي تقريبا شويه الزبده بزايد باش داك الماء اللي كيبقى يعني انا ما كنحسبوش كنضيف واحد ربعة معلقه ديال القرفه ومعلقه ديال الجليكوز الجليكوز الدور ديالو كيخلي لنا العقده تبقى لينا رطبه وتصبر معنا مده طويله وكتبقى معلقه
ولكن الجليكوز كنديرو في الحلوى اللي كتا في الفرن ماشي اللي كتقلى، مثلا بحال البريوات الا كنا نقليوهم ما نضيفوش الجليكوز، نستغناو عليه، نضيف غير الزبده والقريفه. ما زهر ما كنضيفوش دابا صافي، هي ديجا عندنا مطحونه بالزهر. شوفوا ما شاء الله راها ما كتطلق زيت ما حتى شي حاجه، واخا كتكون خفيفه دغيا كتشرب. وملي كنجي نكورها كندهن يدي بشويه زويته وصافي، كتكور بكل سهوله، العقده ناجحه مليار في المية. هنا ولدي صافي راه ناعس، هانتوما شوفوا ما شاء الله، هانتوما يعني ما كتهرس ما حتى شي حاجه. هذه هي العقده ديال اللوز اللي استفدوا معايا بزاف بزاف ديال الناس اللي ما كانوش كيعطيكم الاسرار كيفاش العقده تجمع لكم. مهم انا كنشارك معكم قسما بالله من القلب ديالي اي حاجه. من بعد ما باتت الكعبه الليله كامله البنات، ضروري حلويات اللوز انهم يباتوا ليله كامله. صافي الصباح دابا كندوز هنايا كنثقبها، دابا غادي نديرهم يطيبوا ان شاء الله. كنثقبهم كندير ثلاثه ثقيبات من التحت وثلاثه هكاك من الوسط، طبيعه الحال اللي برا محرقه من الراس ديالها. حلويات اللوز كنأكد عليهم خاصهم يباتوا، ولا لا كان الحل سخون درتهم في الصباح طيبوهم في العشيه، دوز غير واحد ربعه خمسه السوايع عيد ما تنشف لينا لاباط، حيت الا ما نشفاش غير غادي تدخلوها غادي ديفورما ليكم، يعني غادي تنزل ليكم. هنا ما شاء الله كتجي الزواقه ديالها ولا كلشي ديالها باين. هنا كندهنهم انا بيض بيضه، كناخذ بيض بيضه، معلقه صغيره د ما زهر، معلقه صغيره د الزيت، معلقه صغيره د السكر كلاصي، صافي. وكندهنهم وغادي ندخلهم البنات السيده اللي قالت لي واش طيبوا ماء في الفران ديال الضو، غادي نطيبوا ماء في الفران الضو حيت الاخر باقي ما باقي فيه لومبالاج، خاص هذاك فيه الروينه هذاك عاوتاني خاصني، ما عنديش هنا فين ندخلو، غادي نطيب البهله، البهله ضروري خاصني نطيبها في الفران ديال الغاز، مازال هادو غير هنايا في الفران ديال الضو، يعني ما خاصهم لا يتشقوا لا والو. كندير الفران على 170 لتحت والفوق تقريبا 10 دقائق. مهم حنا كنعرفوا الكعبه يعني ما كتكونش محمره ولا محروقه بزاف، اللون ديالها مذهب، انا كتعجبني الكعبه يكون اللون ديالها مذهب، ما تكونش بيضه مره. كاينه اللي كيدخل كيصهدها ويخرجها، انا كنخليها طيب شويه. الكعاب اختي من بعد ما طاب وما نقولكش، واحد الكعب غزال جات ما شاء الله، هنا تقريبا خرجت لي شي 7 كيلو هكاك ديال الكعبه، شي 4 كيلو ديال اللوز اللي درت ما شاء الله ما شاء الله. هذه هي الكعبه اللي كنت خدمت معاكم العقده ديالها، وخدمت معاكم البنات العجينه بلا ما تجي دابا تسوليني تقولي لي كوثر وفين هي العقده فين هي العجينه، راه في الفيديوهات السابقين رانا خدمتهم معاكم. المهم عمرت السطر الاول، وبلا ما تجي عاوتاني تقولي لي السطوله، السطوله اختي راه جايبينهم من لوزين ماشي سطول الصباغه، ومغسولين كيكون فيهم الفرماج، كيكون فيهم الناباج، كيكون فيهم الجليكوز، ايوا وكان كيكونوا حاطينهم تما كيلوحهم في الزبل. حنا دابا فحال المغاربه كنستعملهم بخصوص دابا رمضان، ديري فيهم الشباكيات، ديري فيهم سلو، عندهم عده استعمالات. ودابا ها هما شوفوا شحال فكوني، دابا شحال كنقدني خاصني شي البواطات باش نعمر لصاحبتي اللي عندها العرس، بنتها عندها العرس، الكعب هنايا انا ما نقولكش اللوينين كيفاش كيجي فيهم ما شاء الله ما شاء الله. صافي عمرت كلشي هنايا، السطال الاول هذا السطال الثاني، ايوا اختي هادشي اللي كاين. رانا خدمت معاكم وريتكم بالدهين ديالها، راه كل الفيديوهات كلهم رانا درتكم معاكم وشاركتهم معاكم. هنايا صافي كنغطي بالبابي الومنيوم وكنسدهم، وصافي هنايا باش ندوزو ان شاء الله نخدم البهله ديالي. صافي باش ندي للسيده الامانه ديالها باش نبداو ان شاء الله. اليوم غادي تكون الحنه يا اختي، وغادي نشارك معاكم تفاصيل مدققة كيفاش كيكونوا الأعراس المغربية هنايا في أوروبا بالخصوص فرنسا، يعني عندنا أجواء مغربية 100%. اللي ما كتنجحش ليها يا اختي البهله صيفطوا ليها اختي هذا الفيديو هذا، جيت تشوفي اختي البهله كي دايره. المهم انا غادي نعجن هنا على ثلاثه ديال العجنات باش تخرج لي الكونتيتي الكبيره اللي باغا. درت دابا كيلو ديال الطحين، من بعد عاد نعاود العجنه، درت معلقه كبيره ديال القرفه بطبيعه الحال مليحه، فانيا 250 غرام ديال سنيده، ربعه سنيده وربعه ديال الزبده، كيلو الطحين معلقه ديال القرفه مليحه فانيا ربعه الزبده ربعه ديال سنيده، هذه هي الزبده اللي كنستعمل. صافي كندير بعداك هنا فيها واحد جوج كيسان ديال الزيت في الاول، من بعد هي كيلو كيهزنا نص سيترو ديال الزيت الا جيت نعطيكم العبار المدقق المدقق. درت هنا واحد الكاس ديال الزيت، دابا غادي نعاود الكاس الثاني غير باش تجمع ليا العجينه. ملي تجمع ليا العجينه غادي ندوز غادي نفركها هنايا مزيان مزيان في هذه الحكاكه، هذه ديال الحكاكه ديال البصله، وداكشي كتتفركي هنا بحال اللي كتزيد كتسد لكم داك الزبده، كتنسجم لكم مع الطحين مزيان مزيان، كتولي داك الطحين كامل كيكون ملبس بداك الزبيده سنيده مع داك الزويته هكاك، باش كتسهل عليكم الخدمه. بالنسبه
هنايا راه حاطه حدايا اللوز والجنجلان. خديت هنا 250 غرام ديال اللوز، ربعه ديال اللوز حمرته في الفران بالقشره ديالو، وكنديرو غير مهرمش، ربعه ديال اللوز محمر بالقشره ديالو مهرمش. كندير 100 غرام يعني كاس ديال الزنجلان محمر حتى هو، وكان النص كنطحنو بخاليني والنص كنخليه حبوب. من داك البخاليني كيعطي واحد البنه كنديرو، وكندير 3 المعالق 3 ديال الخمارات، وكنجمعها بالزيت. هانتوما تشوفوا العجينه هنا البنات، صافي راه جمعت هنايا العجينه، خاصها تكون عندنا بهذه الطريقه هذه. هانتوما كما قلت لكم درت تقريبا نص سيترو هنايا ديال الزيت. المهم اللي تجي تكوريها ما خاصهاش تفرتت لك. انا كنركب لكم الصوت ديالي حيت ولدي كيكون كيلعب كيكون كيغوت عدايا ماما عطيني. المهم قلت غادي نركب لكم الصوت هكا باش ما ديرونجوش، واخا راه باقي وليدي صغير الله يحفظه ويحجبه ويحفظ لكم وليداتكم. شوكي كتجي ما شاء الله ملبسه باللوز واعره، شي ملي نجيو نكورو ما خاصهاش تفرتس، عاوتاني ما خاصهاش تكون كتلصق في اليد. الا كانت كتلصق راه تجيكم هشيشه بزاف، وملي تجي تشقق غادي تهرس لكم. صافي هنايا غادي نجمع هاد الروينه هادي اللي هدايا، نشعل الفران يسخن قبل ما نخشيو البهله في الفران، خاص الفران يكون عندنا سخون مزيان. نجمع كما قلت لكم هاد الروينه، ما كنعرفش نخدمو الروينه اختي دايره بيا، نحيد هادشي هذا كامل وتسنيني اختي في الجزء الثاني باش تشوفيها البهله باش تطلع لك مزيانه. من الاحسن تكون عندك هاد اللاطات هادو باش كتجيك اختي مشقه وكتجيك واعره البنات. صافي هنايا من بعد ما جمعت روينتي بديت كنعمر هنا في اللاطات. خساره اختي عندي غير جوج ديال اللاطات. هاد المره ملي مشيت للمغرب طاح ما بقاتليش في بالي انني نزيد اللاطات، حيت ملي كتكون عندي بحال هاد الكونتيتي هادي كنبقى نعمر غير جوج لاطات. ما كنديرش داك الصفوفه ما كنديرهمش حيت الفران كيحرقهم ليا، ولكن عرفتي شنو درت في الاخر؟ ما عييت مع ثلاثه ديال العجنات وليت اختي كنعمرهم وليت كنعمرهم صافي عييت وليت كنرد معاهم البال، وليت القاصديره كنقلبها من هنا ونقلبها من هنا حيت كانت كونتيتي كبيره تبارك الله. هادو راهم ديال العرس البنات، راه ما كنشدش لي كوموند. عرفتي شحال عندي في الخاص؟ واش تقدري تصيفطي لينا؟ واش نصيفط لك فلوس تصيفطي لينا؟ البنات انا راه ما كنديرش لي كوموند، هادو راه غير درتهم لصاحبتي الكعب لوزال والبهله، راهم ديال صاحبتي العرس ان شاء الله غدا، وغادي تشوفوهم ان شاء الله. راهم كيوجدوا في لاصال، كيوجدوا في داكشي كامل. ما قديتش انني نمشي اليوم، ما درت لا كسكس ولا حتى شي حاجه قيله، محيط ما اليوم قسما بالله العلي العظيم. ايوا الحمد لله اللي جاتنا من عند الله، كنقولوا الحمد لله اللهم لك الحمد. صافي غادي نكمل اختي هنا في التكوار دابا الفران. في هاد الاثناء اختي راه عندي الفران هنايا كيسخن. المهم غادي نشارك معاكم الاسرار باش كيفاش تشقق لكم الطيب ديالها، كيفاش خاصها تكون عندكم باش تشوفوها ما شاء الله ما شاء الله كيفاش تجي. غير تابعوني يا البنات. الاسرار ديال البهله باش تجيكم مشقه وتجيكم واعره البنات حتى في الطياب ديالها، خاص من الاحسن اختي من الاحسن يكون عندك الفران ديال الغاز. الا ما عندكش راه كديري الفران ديال الضو، ويكونوا عندك هاد اللاطات كيف ما قلت لك في الفيديو اللي قبل. خاص الفران يكون سخون ملي تدخلوا البهله، اون فوا تدخلوا البهله كتنقصوا منه كيرجع بحال الشمعه. وكنديروها هنايا لتحت، كنديروها لتحت خاصها تتشقق لينا تشقق ما شاء الله تشوفوها. عاد باش كنطلعوها كتكمل الطياب ديالها الفوق. هذه هي الاسرار ديال البهله. شوفوا راه الطياب عاوتاني راه هو كلشي. قد معك اختي تبارك تقدي تقديها والعجينه تطلع معاك مقومه هي هذيك، ولكن في الطياب ما تشققلكش ولا في الطياب تحرق لك. خاص دابا اختي ندير كرسي وغادي نجلس باش نقابلها هنايا معمره دابا طاوه واحده اخرى. ديما كيكون عندي السكر فهمتوا، طاوه خشيته طاوه عامره، اون فوا كنجبد داك الطاوه كنخشي الطاوه الاخرى باش البهله ما كنقيسوهاش كنخليوها حتى كتبرد. المهم انتما غادي نوريكم النتيجه ديالها. هنا البنات ها هي الحلوه دابا من بعد ما تشقات، ها نتوما دغيا ما شاء الله. ها نتوما الا ما جاتش اختي البهله هكا راه كي والو. شوف هنا دابا راه باقا بيضه من هنا من تحت ما طايباش. دابا شنو غادي ندير؟ كنطلعها الفوق وكنزيد دابا في الفران، زيد فيه حيت من الفوق خاصها طيب. وتا داك الا بقات بيضه دابا من الفوق داك التحميره ديال التحت كترجع لها على الوجه ديالها. دابا ها نتوما البنات ما طيبوهاش كامله من التحت، ما خاصهاش طيب كامله من التحت. الا مشات تحمرت ليكم لا ما نخشيهاش دابا، لا الا مشات تحمرت ليكم دابا من هنا تحمرت طابت ليكم فهمين،
هنا طابت لك هي تشقت ولكن تحمرات، ملي غادي تجي طلعيها الفوق باش طيب من التحت داك الصهد غادي يرجع عليها وغادي تحرق لك اختي. خليها بيضة، هانتوما كما كتشوفوا راه بيضة غير تشقات طلعتها الفوق. دابا الطياب ديالها حتى من الوجه كتكملوا من الفوق. صافي زدت في الفران ودابا هنا ما غاديش نلوح طاوة واحدة. علاش؟ حيت العافية مجهدة، الا مشيت لوحت دابا طاوة لتحت غادي دغيا غادي تحرق ليا، حيت العافية مجهدة. البهلة كتبغي اختي تركزي معاها في الطياب باش تطلع ليك من داك الشر. الا تبعتي الطريقه راه تجيك اختي البهله فحال هذه ما شاء الله. ها انت شوف كل ما شاء الله مفقعه وواعره الكبيدات. راه ملي كتكون سخونه ما كنقيسهاش. دابا شنو كندير؟ كنخرج لاطا وكندخل لاطا. انا عاد دخلت دابا لاطا، خرجت هذه بردات شويه وخشيت لاطا وحده حتى كتدفى شويه عاد كنهزو. ها انت شوفي ما شاء الله، شوفي كي كتجي خطيره خطيره. شوفي ماشي داك هي مفقعه ولكن ماشي داك التفقيعه ديال الشانطي كيف ما كنقولوا، تفقيعتها حلوه. انت شوفي خطيره خطيره. البنات راه ما فيها لا خميره ديال الدار لا والو، غير الخمارات. دابا ما شاء الله. قولي لي كوثر شحال درتي؟ غنقول لك درت 7 كيلو. انا ولدي انا حابسه ولدي لداخل على ولد الفران. دابا كنكور لداخل وكنجي نطيب. اشنو عادي غا المهم خاصني نجاوبو. ناري شوفي التعب، شوفي التعب كيف اختي كيولا كيبان ليا في وجهي، ولكن الحمد لله. صافي اليوم النهار الاخر بقى لي غير نستفها في السطيلات ديالها صافي ونديها للصديقه ديالي. ها انتما ماما كي كتجي كتجي خطيره البنات واعره. ماما اش بغيتي يا يانيس؟ دار اه غازي دار انا. المهم اختي ما تقوليش كوثر ما كتشاركش معاك الاسرار اختي ديال الحلويات، ديال الحلويات الكبار. هانتي اختي الدريه ديالك بيضاء عويناتك في هذه البلاصه هذه. وما البنه ما نقولكش، عرفتي مع داك الزنجله اللي كنطحنوا كيولي بحال بخاليني، اللوز محمر. المهم هانتي اخبار فراسك. ايوا اختي انا باقا كنطيب. المهم كما قلت لكم درت 7 كيلو ديال الكعب غزال و7 كيلو ديال البهله. ايوا اختي هذا جهد مع دور اختي اللي كيقول لك اللي كيتسحر مع الدراري صباح فاطر. كنستف اختي في البهله هنايا ولدي جالس يدور حدايا. هاتي تشوفي الكارثه اللي دار ليا فك الله. خوتي جاتني غير شويه د الحلوه ما جاتنيش اختي في اللحظه كامله. جالس كيلعب حدايا واختي تبعته هو اختي كيطل عليكم كيقول لكم اختي السلام. المهم هنايا اختي كيقول لك اللي تلافي شد الارض. صافي عييت في هاد اللحظات، بديت كنستف هنايا في الحلوى. هاد السطال هذا ديال هاد السطال هذا كيكون فيه الفروماج. راه ديجا اختي قلت لك، قلت لك هاد السطوله راه كنجيبوهم للخدمه. صافي ديجا دابا بديت فرشت البابي الومنيوم ديما الحلوى اللي ما غاديش تتكال في ساعتها، يعني تبقى لك سيمانه 10 ايام. سطيله سدي عليها وبين طبقه وطبقه ديري البابي الومنيوم كيبقى مسخن لك الحلوه، وديما واحد طويبه السكر الا كنتو تحتفظوا بها. ولكن اختي انا ما عندي لا سكر لا والو. انا ديت السيده البارح اليوم غدا ان شاء الله غادي تفرق، غادي تكلى هي ولا الكعب غزال. ما شاء الله كتجي واعره كتجي خطيره هاد البهله هادي اللي كيقولوا لي المقادير. البنات رانا كنحط لكم الفيديوهات على اجزاء، يعني ما يمكنش انني نحط الوصفه بلا ما نكون حاطه الفيديو. رجعي اختي الفيديوهات اللي قبل من هادو اليوم حطيتهم غير الصباح، راه حاطه لك اختي طريقه هاد البهله. المهم مشاركه معاك جميع 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 المراحل هكاك والاسرار ديالها باش تصدق لي. وكاين اللي كيقول لي واناري جاتك خاويه من الوسط. ورا البنات والبنات ورا الطاوه هي هكاك، هذه اختي رسميتها الطاوه ديال البهله. واللي كيقول لي ما عندناش الطاوه البهله ديري اختي الطاوه عاديه، مي ما غاديش تجيك خاويه من الوسط، هي حلاوتها هي هكا. شوفي لي ولدي، شوفي لي خويتي داز لي على داك الصفيف ديال الحلوه. وعليا قلت لكم اختي فك الله ما كانش ما دازش اختي على اللاطا كامله. هو اختي اش غادي نديرو الوليدات ملي كيكونوا كيدوروا حداك راه هما هذوك. يلا قلت له سير تجلس هو جا مورايا زعما كتخبع راه.